عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو أخباركم؟ كلنا بخير. أنا اليوم في محافظة أربيل جاي ويا العائلة، طبعا وياي همين بالخالي أحمد. السلام عليكم. طبعا بالمناسبة أحمد يوتيوبر جديد. المحلات بمصيف سيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم الثالث في أربيل. اختياري باختيارك. تن 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 تن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونون بخير. طبعا أنا حاليا بمنطقة شقلاوة. اليوم البرنامج نزور شقلاوة، شلالات، وهذا آخر يوم بأربيل. تابعوا وياي. المنظر لهنا وصلنا نهاية الفيديو. أشكركم على المتابعة، أتمنى الفيديو أعجبكم. هاي كانت لقطات من رحلتنا. كان معكم أحمد سعد. سلام.